رئيس الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين بالمغرب. كما تبعتوا معنا كان عندنا المنع في الوقفه الاولى امام وزاره الماليه، وتوجهنا للوقفه الثانيه اللي كانت عندنا مرخصه امام البرلمان. المطالب ديال المهنيين فهي كتطلب برفع الحيف الذي جاء من خلال مشروع قانون الماليه، وفيما يخص في الاقتطاع في المنبع. الرساله ديالنا للحكومه، كما تلاحظوا ان المحاسبين الان كاين وقفه المحاسبين والمحامين اللي كيطالبوا برفع اللي كيرفضوا هذا القرار، هذا المشروع ديال الماليه من خلال الحذف ديال الاقتطاع من المنبع. المطالبه ديالنا واضحه هو انها خصها تحذف بصفه نهائيه. البارح كنتفاجئوا بان مقترح الاحزاب الاغلبيه اللي هبطتها من 20 ل 10، وهذا ان دل على شيء فهو كيدل على ان هناك هذه النسبه اللي تفرضت، فهي تفرضت بطريقه عشوائيه، وفهي تفرضت على رقم المعاملات اللي كيديروه المهنيين. اليوم تنطالبوا ان تنطالبوا الحكومه والفرق البرلمانيه ان تدخل لانصاف المهن الحره، لان هذا الرفع من هذه الضريبه اللي تفرضت فهي غتقيس الجيوب ديال المقاولات الصغرى، واللي غياثر بالسلب في ارتفاع ديال البطاله داخل المغرب. كنتمناو من الحكومه ان ترفع لنا هذا الحيف. وشكرا. اذا زريرة محمد محاسب معتمد من مدينه الرباط، نحن هنا في وقفه احتجاجيه ضد المقتضيات الضريبيه اللي جا بها مشروع القانون المالي 2023، خاصه فيما يخص الاقتطاع من المنبع بخصوص الماده 15 مكرر وما يليها. هذا الاقتطاع من المنبع هو ضريبه جديده ونوع دور تضريبي جديد في قانون الجبائي المغربي اللي ما كانش مشهود من قبل، وهو يديرهم ان التضريب ديال 20% من المنبع، اي من رقم المعاملات ديال المكاتب المحاسباتيه، علما بان في النظام السابق كان هناك تصريح تيكون في غضون شهر 3 او شهر مارس او شهر ابريل حسب الشكل القانوني اللي نكتب، سواء شركه او كاسه فيزيك، وعندها يكون هناك الاداء الضريبي على حسب الربح الصافي. اما الان فهو تضريب 20% من رقم المعاملات فيما يهدد الخزينه الخاصه للمكاتب المحاسباتيه، وتمنعها من انها تساعد في التشغيل ومن انها من تستثمر. اذا هذه المقتضيات الضريبه الجديده جميع المحاسبين يقفون ضدها، لانها اولا غير دستوريه وتخالف الماده 29 من الدستور، ثانيا لانها جاءت في اطار غير تشاركي، ان كان هناك انيلاتيرال من طرف واضعي مشروع القانون بدون استشاره الهيئات المنظمه لهذه المهن الحره. فهو تضريب يتيرهم جميع المهن الحره وفي المحاسبين المعتمدين والخبراء المحاسبين المهندسون الموثقون العدول المحامون المساحين الطبوغرافيون الاطباء وكل شيء، جميع المهن المحرم المنظمه قانونا تم تضريبها ب 20% من المنبع. ماشي قانونيا لانه غير عام على جميع المهن الاخرى وجميع السيكتور الاخرين. بما العلم ان هناك قبل وضع المشروع القانون هناك عندنا تقارير للاس سي بي كوميساريون بلو، عندنا تقارير ديال مجلس المنافسه، عندنا تقارير الاقتصاديه والاجتماعيه التي تروم تضريب مجموعه من القطاعات اللي كانت عندها ولو سوبر بروفي، كانت عندها واحد الارباح خياليه في اطار اولا جائحه كورونا، وثانيا في اطار الازمه الاوكرانيه الروسيه والتداعيات ديال الاقتصاد الوطني. اذا هذا التضريب هذا كان هو يروم بصفه اولى يروم الطبقه المتوسطه التي تتكون من المحامون والمحاسبون والخبراء والمهندسون الى غير ذلك، مع عدم تعميم هذا التضريب هذا على جميع القطاعات الاخرى. يبدو انه تضريب ياتي في اطار تضريب مزدوج، لان الشركات المحاسباتيه او حكومه الشركات او قطاع خاص هم يؤدون ما يصاب بليزاكور بريفيزيونيل على النتيجه الصافيه السابقه. اذا هذا النوع التضريب الجديد الذي هو في القانون الجبائي المغربي هو جديد ولم يشهد له مثيل في جميع الدول اللي حنا تنستمدوا منها التشريعات الجبائيه، الا تذكرنا التضريب اللي كان في دوله تونس السابقه الحول من المنبع
وحنا عارفين شنو هي كانت النتائج الوخيمه ديال الاقتصاد التونسي. اذا هذا التدريب هذا هو اولا هو سين اكيزاسيون ديريكت للمحاسبين المغرب، وثانيا هو تدريب غير قانوني وغادي يهدد جميع المكاتب المحاسباتيه بالافلاس واغلاق المكاتب ديالها. حنا المحاسبين اليوم شينا كاملين كنهضروا على هذا البروجي دو لوا دو فينانس اللي خرج وكيقيس المهنيين بزاف، اللي منهم المحاسبين، الخبراء، المحاميين، الشركات. القانون اصلا غادي يضر بزاف ديال الشركات اليوم وكيقيس بزاف ديال لي دومين. Et du coup, on ne peut pas se taire sur ça. On doit quand même réagir. C'est une retenue à la source assez importante. كاين بزاف ديال الحوايج خرجوا في قانون الماليه، ولكن حنا بالضبط اليوم جينا على داك الاقتطاع من المنبع اللي هو فريمون جانا صعيب بزاف، لا لينا حنا لا للمحاميين لا للشركات. دونك جينا باش فريمون يتصنتوا لينا. حنا نورمالمون حنا راحنا يد واحده، راحنا كنخدموا ليهم، يعني خصنا نكونوا متحدين ويكونوا حنا كنحميوهم وهما كيحميونا، ما نضربوش بعضياتنا. وفي طارق كاتب عام جمعيه المهنيين للمحاسبه بسلا، هاد الوقفة هادي جات للتنديد بالاقتطاع من المنبع الذي يمس بالمهنيين وبالحالة المهنية والعملية، والتي ننظر إليها على أنها سوف تخلق نوع من الارتجالية بالنسبة للزبون، لأنه سوف يتحملها الزبون أكثر مما يتحملها المحاسب. ولهذا الحالة الاقتصادية في البلاد لا نريد لها الاحتقان، ونريد لها السرورة والرفع من المكانة من مكانتها. وكمهنيين اليوم جئنا بهذه الوقفة للتنديد بهذا الاقتطاع، ونريد بالفعل إلغاء المادتين 15 و 45 المقررتين، الاقتطاع من المنبع. وشكرا.